بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي، معكم حنان الورقي. النهاردة هنتكلم مع بعض على مشروب جميل جدا، مشروب اليانسون بالليمون. والمشروب ده هوت بيكون وقاية لنزلات البرد والزيادة كمان المناعة في الجسم. بس قبل ما ابدا في الوصفه النهارده، احب ارحب بيكي لو اول مره تتابعي القناه. لو قناتي عجبتك، ما تنسيش ان انت تضغطي على كلمه اشتراك اللي موجوده تحت الفيديو باللون الاحمر، وما تنسيش ان انت تضغطي على علامه الجرس اللي جنبها علشان يوصلك كل جديد انا بنزله في القناه. النهارده حبايبي معانا المشروب ده جميل جدا ومفيد كمان للجسم لنزلات البرد. كمان المشروب ده هو بيكون زيادة لمناعة الجسم. برضو المشروب ده هو كمان بيهدي الجهاز التنفسي، وكمان بيكون برضو طارد للبلغم. مشروب جميل جدا ومفيد، عشان كده انا حبيت ان انا اتكلم عليه النهاردة ونتكلم مع بعض على الوصفة دي. اول حاجة بتعمليها اللي انت بتبدأي اللي انت تاخدي معلقة من اليانسون. طبعا بعد ما بتكوني يعني نقيتيه كده اهوت، لو في اي حاجة بتبدأي اللي انت بتحطيه في مع كوباية مية، وبتغليه على بتغليه لمدة دقيقتين كده على النار، وبتسيبيه يعني دقيقة كده اهوت يهدى شوية. وبعد كده بتبدأي اللي انت بتصفيه وبتضيفي بقى عليه، بتحطيه في كوباية وبتضيفي عليه بقى ايه معلقة صغيرة كده عسل ابيض او سكر حسب رغبتك يعني، وبتضيفي عليه كمان عصير ليمونة. والمشروب ده هو يعني بتاخديه يوميا في ايام نزلات البرد اللي عندك، بيكون وقاية كمان من نزلات البرد، وزي ما قلنا مفيد جدا. بتبدأي انت بتاخديه كل يوم لحد ما تخلصي من أعراض البرد المتعبة اللي بتكون عندك. كان مشروب جميل جدا مفيد، حبيت ان انا اقول الوصفة، هي وصفة بسيطة وسهلة، بس حبيت ان انا اعرفكم للي مش عارف اعرفكم بيها واعرفكم فوائدها. كان معاكم حنان الورقي ومنى وفتحي، بحبكم جدا في الله. يا ريت اللي متابعني لاول مره، ما ولو الفيديو عجبك او عجبك، ما تنسوش اللي انتوا تضغطوا على كلمه الاشتراك اللي تحت الفيديو باللون الاحمر عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي وكل جديد انا بعمله في القناه. واللي متابعني يا ريت تعملوا مشاركة للفيديو علشان الكل يستفيد بالوصفة. واستنظروني انا بنزل برضو فيديوهات تانية مشروبات في القناة لنزلات البرد ووقاية كمان لأعراض البرد. اتمنى ان انتوا تتابعوا القناة وتشوفوا كل جديد انا بنزله. بحبكم جدا في الله. كان معكم حنان الورقي ومنى وفتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.